بسم الله. تعال نشوف برنامج فيوجن 360 على الايباد. اول ما بيفتح بيقول لي الداتا دي الملفات اللي انا ممكن اكون فتحتها قبل كده، وفي عندي اكتيفيتي دي النشاطات، يقول لي اخر حاجات انت عملتها سواء على الايباد او على الكمبيوتر الشخصي بتاعك. وانا اقول له هنا داتا، اي ملف هدوس عليه هيبدا يفتح معايا، وليكن الهندسو المنشار لو حد بيتفرج على افلام رعب فيلم صور الحاجات ديت. تمام. طيب باجي بلاقي اول حاجه عندي هنا ديت، ده بيقول لي الشكل دوت بيتكون من اجزاء، ممكن تخفي اي جزء منه. بدوس على اللمبه ديت فبتبدا تختفي، ماشي. لو عايز اظهر بدوس في اي حته واقول له شو اول، تمام. هدوس اكس كده عشان تختفي. ممكن دلوقتي لو دوست على اي عنصر من العناصر بيجيب لي بيقول لي هايد يخفي الجزء دوت، او ايزوليت يخفي كله ما عدا الجزء دوت. لو دوست اي حته وقلت له شو اول كله هيظهر. شو اول بروبرتيز بيجيب لي خصائص الجزء دوت، الحجم بتاعه والاريا والابيرنس والدينستي وكل الحاجات اللي انا عايزها. تمام. طيب هطفي ديت، بلاقي عندي هنا هوم لو حبيت ارجع للمشهد الرئيسي بتاعي. بعد كده سناب شوت، ببدا اخد صوره سواء اسافه على المشروع او ابعتها على الايميل، ابعتها على اي ابلكيشن تاني. تمام. باجي هنا بلاقي ان انا اقدر اعمل مارك اب، يعني ابدا اعمل كتابه او مستطيل او مشاورات، واقدر اتحكم في اللون اللي انا عامل بيه ديت. وباجي هنا اقول له اعمل شير لو شاف الموضوع يستاهل. تمام. اقول له اكس عشان اخرج من الشكل دوت. بلاقي ريسنت دي الملفات، اخر ملفات انا فتحتها. اوف لاين اوتوماتيك لو انت فتحت ملف واشتغلت عليه هو بيسافه هنا. ابلود لو انت عايز ترفع اي حاجه على الفيوجن 360.